10 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس الكلية. احذر فتح أي رسائل بريد إلكتروني من مصادر مجهولة. تجنب تحميل أي ملفات من مواقع مشبوهة. تأكد من تحميل التطبيقات والبرامج من مصادرها. حدث حماية جهازك من الفيروسات الخبيثة إلى أحدث إصدار. انسخ الملفات المهمة واحتفظ بنسخة احتياطية على وحدة تخزين خارجية. حمل جدار حماية ناري قوي. في حال الاشتباه بالإصابة افصل جهازك من شبكات الاتصال في الحال. حال تأكد الإصابة أوقف فورا جميع العمليات على جهازك. لا تتصل بالشبكة واستعيد النسخة الاحتياطية، وإن فشلت لا تنصاع لمطالب المخترقين.